السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ معكم ريد شادو، رجعت لكم بفيديو جديد عن جينشن امباكت. وفيديو اليوم يا شباب، وأخيرا عندنا حدث جديد نزل على جينشن امباكت، وصراحة هذا الحدث يعطيك بريمو جيمز بشكل مرة كبير، صح كذا في زحمة بريمو جيمز. المهم يا شباب، راح اشرح لكم بشكل كذا مختصر وعلى السريع هذا الحدث، فيب لا تنسوا اللايك والاشتراك وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وليتس جو، خلونا نبدأ بالمقطع. علشان يبدأ معكم الحدث يا شباب، لازم تجون تكلمون هذه البنت الموجودة في ليوا اللي اسمها ناس فرين، اتوقع يقصدون فرن لانه هذا حدث طبخ. المهم يا شباب، بعد ما تتكلمون مع هذه البنت راح تعطيكم كذا تعليمات. زي ما تشوفون التعليمات الاولى تقول لك انه تقدر تدمج الطبخات مع التوابل اللي سويتها وتعطيها للشخصيات علشان تزيد الفرنشيب او العلاقة ما بينك وبينهم، ولازم تحطون المكونات بالترتيب يا شباب زي ما تشوفون في الصورة، ولو اخطأت فيهن فهذا الشيء راح يكلفكم من هذا الملاعق الذهبية اللي تشوفونها تحت. هذا الملاعق يقول لك لو اخطأت بالمكونات او حطيت مكون غلط فراح تنقص كذا تدريجيا، فلازم انكم تخلصون كل المكونات يا شباب قبل ما تروح هذا الملاعق الذهبية، لانه لو راحت كل الملاعق الذهبية فراح تخسرون التحدي. وبخصوص المكونات يا شباب، فتقدر تجيبها بطريقة جدا سهلة، تقدر تروح تدور لها في العالم، مع اني ما اتوقع انه في احد ما عنده من هذه التوابل لانه كلنا عندنا فوق 100 منها. فمثلا يا شباب عندكم ورود تشيتشي اللي موجودة فوق على اليسار، تقدرون تجيبونها من مطعم الشجر اللي موجود في ليوة، وباقي التوابل تقدرون تشترونها من المطاعم او من محل التوابل اللي موجود جنب مطعم ابو شنلي. فبعد كل هذا يا شباب تدخلون على قائمة الحدث، تروحون على قائمة الطبخ زي ما تشوفون تحتاجون هذه الثلاث مكونات علشان تبدأون الطبخ. تضغط على زر الطبخ وزي ما تشوفون فوق يا شباب يقول لك حط المكونات بالترتيب، فلازم تختارها بالترتيب يا شباب، وزي ما تشوفون مع الوقت راح تنقص هذه الملاعق، ولكن لو اخترت غلط فراح تنقص بسرعة مرة كبيرة، تقريبا اثنين راح يطيرن زي كذا، فلازم تحطون المكونات بأسرع وقت ممكن يا شباب، تذكروا لازم تكون بالترتيب علشان تحطونها صح. فراح يطلبون منكم بأنكم تعيدون هذا الشيء ثلاث مرات، وبعد ما تسوون ثلاث مكونات أو بهارات تدمجونها مع الأكل، وتروحون على السرنتي تي بوت أو البيت الخاص فيكم بالأبريق، وتعطونه للشخصيات اللي تبغون ترفعون معاها الفرنشيب أو العلاقة، فأي شخصية تعطيها راح ترفع لك الفرنشيب بشكل مرة كبير. فتقدرون تسوون ثلاث اكلات كحد اقصى وتعطونه ثلاث شخصيات، ولكن هذا الشيء راح تقدرون تسوونه كل يوم، بس ما تقدر تسوي اكثر من ثلاث اكلات باليوم. والان يا شباب نجي لاهم شيء في الحدث اللي هي الجوائز او البريمو جيمز. زي ما تشوفون يا شباب مجموع الجوائز الكلي راح يكون 420 بريمو جيم، صراحة جوائز مرة كثيرة وخرافية، وتذكروا انه هذا الاسبوع برضه راح يعطونا 400، فراح يصير عندنا 820 بريمو جيمز حرفيا بشكل مجاني من الاحداث من البريد من اللعبة. المهم يا شباب، شايفين هذا الكلام الكثير عن المهمات، بكل اختصار يقول لك كل يوم ادخل سوي ثلاث بهارات وادمجها مع الاكل واعطيها للشخصيات اللي موجودة عندك في البريق او في البيت حقك، وكذا انت حرفيا راح تخلص المهمات. كل يوم ادخل سوي الاكل واعطيه للشخصيات. فبس يا شباب كذا نكون وصلنا لنهاية المقطع، كان هذا كذا مقطع خفيف لطيف شرحت لكم فيه الحدث على السريع. صراحة أنا أشوف أن الحدث فكرته مرة غبية من الشركة، يعني خلصت الأفكار بس ما أهتم صراحة، المهم أنه يعطينا كمية بريمو جيمز كثيرة. المهم قولوا لي رأيكم تحت في التعليقات بهذا الحدث. فبس كذا نكون وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أشوفكم على خير بالفيديوهات القادمة. Peace out.